صحيح وصريح. ضحيتنا اليوم هو الشيخ فريد البيج، رئيس جمعية دار الحديد، اللي تعرف برشا في الفترة الأخيرة. وهذه الأمة يدندرون به ليلة نهار الشرك شرك. باش جد الحكاية على الشيخ فريد، استنجدنا بزميلنا الياس الغربي باش يكون موجود عند وصول ضحيتنا، على أساس أنه هو بيدو ضيف عند مزيد. هي الكلمة اللي ما حكيتش على المرفق العمومي في الشيء هذاك. أوكي، ما حكيتش على المرفق العمومي. اقتضى التوضيح ملا. اقتضى التوضيح. دونك مسألة مع الوطنية كانت مسألة إمكانيات بالأساس. مسألة إمكانيات بالأساس وشيء هذا قلت. مرحبا بال نرحبوا بشيخنا سي فريد الباجي، رئيس جمعية دار الحديث. مرحبا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. دونك الياس مع الوطنية الأولى كانت بالأساس مسألة إمكانيات. مسألة إمكانيات، كنا نحكيوا على برنامج كبير نهار أحد عشية، 6 سوايع مباشر. نقول لك قبل كل شيء رمضانك مبروك، عايش. كل عام وانت حي بألف خير. احكي لي انت سي فريد الباجي على جمعية دار الحديث، ماذا أعدت للتوانسة في شهر رمضان؟ بدا الحديث على نشاط الجمعيات الدينية خلال شهر رمضان، ودام الحوار أكثر من 5 دقائق. مثلا بعض الجمعيات اختارت أنها تنصب كاميرات لمراقبة المفطرين في شهر رمضان، ما هو تعليقك سي فريد الباجي على هذه التقنية التي ستستعملها بعض الجمعيات؟ أنا والله مفاجأة بهذا الخبر. أنا أكده لك، كان معايا من يومين سي عادل العلمي وأكد لي ذلك بشكل قطعي، أنه سينصب كاميرات بشكل واضح لذلك. كالعادة وبعد ما تصير الرجل خفيفة الأولى، يدخل ناجي الزعيري لمزيد إقناع الضيف. من عصى أن يذهب إلى الحاكم يفضح نفسه. سي فريد خليك معايا، لأنه عندنا خبر عاجل من زملائنا من قسم الأخبار، معنا رئيس تحرير أخبار إذاعة موزاي كاف أم نجي الزعيري. مرحبا نجي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. هذه مرحبا بالشيخ فريد البجي. أهلا بكم سي. يوسفنا مش عندي خبر غير صار. جانا بلاغ عاجل توا من المعهد الوطني للرأس الجوي، يقول أنه حصلت رجة أرضية خفيفة ب 2.8 درجات على سلم الأشتر في مناطق الضاحية الشمالية. المعهد يوضع أرقام هاتفية على ذمة أي مواطن للاستفسار، 71 910. الرجل حسينا بها، حسينا بها في الاستوديو هنا بالضبط، حتى احنا برا زاد حسينا بها. انا استغربت قلت ما الذي حدث هذا، يعني كل شيء اهتز. يعني نذكر هنا بالرجل الخفيفه اللي صارت يوم الثلاثاء الماضي 25 جوان في مناطق حي الخضراء في المنار والمنارات بالضبط. المنار في المنار لفايات، هذا في لفايات نهار 3. الرجل الارضي اللي صارت توا في مناطق الضاحيه الشماليه، يعني في مساحة جغرافية مش كبيرة برشا. شكرا جزيلا ناجي زعيد، وخليك دائما على اتصال معنا في المباشر. أكيد أنه الآن كثير من التوانسة يستفسروا من خلال الستندار متاع موزايكا فام على هذه الرجة الخفيفة، الرجاء عدم يعني تهويل الأمور إلى حد الآن. هي رجة خفيفة الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولبلادنا تونس الخضراء الحبيبة ولجميع المسلمين. يعني أنا منذ البارحة قبل البارحة في الجمعة يعني تكلمت على مسألة الزلازل في آخر الزمان. ماذا قلت عن الزلازل؟ أنه في آخر الزمان الشيخ فريد ذكرته الرجة الصغيرة بخطبته الأخيرة على زلازل آخر الزمان، وما كانش في باله أنه ثم زلزال مدمر يستنى فيه مباشرة بعد الفصل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا، إنه زلزال. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. قال تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويظنون. جعفر الباجي الحديث على سلوك المسلم في رمضان ونسى حكاية الزلزال. وأكثر ذنوب بني آدم من ألسنتهم، ويمكن باللسان أن تشن الحروب وتسيل الدماء. فلذلك الله أكبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا، إنه زلزال. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد.
سيد مجيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. إنه زلزال في موزايكا فراغ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم احفظنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احفظ تونس، اللهم احفظ تونس، اللهم احفظ تونس. اللهم احفظ تونس. إنه زلزال. لا بأس، حل الباب، لا بأس، محفوظون. لا بأس، لا تخاف، لا تخاف. لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا تخاف، لا تخاف. هادي ألح برشا مرات على الشيخ باش يتخبى مقبل ضيفنا باش يحمي روحه بكرسي إلا بعد اشتداد الرجال. سيدنا إبراهيم، ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حتى أخرج هادي، أخرج يا هادي، أخرج. لا بأس، لا بأس، لا تخافوا. هادي يا ولادي محفوظين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هادي أخرج، هادي أخرج، هناك خرج الشيخ من استوديو باش يلقى الدنيا مقلوبة وضحية مصابة قدامه على الأرض. في العالم من إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو. لاباس، محفوظين إن شاء الله. هزوه، هزوه، هزوه للسبيطار بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. جيبوا الأمبيلونس، كلموا الأمبيلونس. لاباس، لاباس، مش عارف. اللهم صل على سيدنا محمد. الشيخ تلهاب إنقاذ الضحية، ورغم الضحك والتصفيق ما كانش من السهل إقناعه أنها كاميرا كاشي. ما الذي جرت عليك؟ لاباس، الحمد لله، محفوظين. لاباس، لاباس، الحمد لله، فما حتى مشكل. خفت عليك أكثر، يكون شوية. سيدي كرمك، مرحبا بكم. شنو هالشيء؟ والله بارك الله فيكم. بصراحة يعني كاميرا خفية قوية جدا. والغريب قبل 3 أيام كنت أحدث نفسي وأقول يا فريد ودبالك راهو تعرف العالميين ويحبوا تفريد والجو بالكدير وطوي يطيحوك في كاميرا كاشي. قلت ليه مستحيل. فلما شفت الرجاء قلت هذا أمر الله، وإذا أتى الزلزال معروف نتوجه لله بالدعاء والشهادة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الياس، انت كنت تفرش في الكواليس، الياس الغربي الاعلامي. انا بهت الحقيقه والحمد لله ما تعدتش عليا الكاميرا كاشي هذايا، خاطر ما نجمش نعرف كيفاش كانت نجم تكون رده الفعل نتاعي. كيفاش تبعت؟ نهنيه على خاطر معناها اثر علينا برشا، وحتى في الكواليس فما ناس قامت تبكي.
الناس قامت تبكي على خاطر اعتبرت اللي رد الفعل نتاع الشيخ هي رد فعل نتاع انسان تقي طلب ربي في وقت شده، رد فعل نتاعو نتاع انسان رجع لمولاه يقول لا يقدر ينجم يصير اي مخاطر. فريمون سي تري بون شون.